ادير بقى صينيه البطاطس. يلا بينا نعمل صينيه بطاطس قرديحي كده حلوه، سمنه او زبده وزيت، وبالشوربه بتاعه الحمام. مش هنحط ولا لحمه ولا فراخ، احنا عايزين جنب الرز المعمر ايه، شويه ملوخيه، صينيه بطاطس، حاجه كده يعني ايه دايما يعني بنحتاج جنب الاكل اللي هو بيبقى ناشف ده شويه، حاجه كده مسقسقه، هي الملوخيه بتبقى لذيذه قوي، او صينيه البطاطس. يلا بينا. عندي بقى بصل وجزر وبطاطس وفلفل وطماطم متقطعه وعصير طماطم ومعلقه صلصه وفصين ثوم. ننزل بس بالبصل كده. بهاراتنا انتوا بقى ممكن تختاروا البهارات اللي انتوا بتحبوها، انا احب احط شويه كمون، شويه كزبره، احب احط ممكن احط شويه قرفه وممكن ما احطهمش. الملح والفلفل اساسي، شويه سبع بهارات ما يجراش حاجه، ولكن بلاش البهارات الكتير قوي. انا هنا عندي بابريكا بس انا هشيلها، وهشيل ايه كمان، وهشيل القرفه. انا عايزه الصينيه بتاعت البطاطس دي تبقى بلدي كده، على قد ما هي ايه طعمها جميل وكل حاجه، وصينيه البطاطس الثانيه اللي بحط فيها قرفه وبحط فيها بابريكا جميله جدا وكل الكلام الرائع، ولكن انا عايزه دي بالتكه وبالطعم البلدي بتاعنا. والطعم البلدي ده بيبقى فيه شويه كزبره، شويه كمون، ممكن شويه سبع بهارات ما يجراش حاجه، مش هيحصل اي حاجه، مع الايه عصير الطماطم والكلام الجميل بتاعنا ده. انا بحب البصل يبقى كتير شويه، باخده كده تشويحه بسيطه. تعالوا نحط عليها البطاطس. ثانيه واحده. شوحي البطاطسايه كده، اديها تشويحه مش جامده قوي، عشان في صينيه بطاطس ثانيه انا بهريها تشويح، دي لا، نديها بس تشويحه كده وتلقط الزبده وتاخد من طعم البصل. النار تبقى عاليه معاكي، هتبقي شغاله حلوه. انا شغاله حتى على النار الثانيه وعامله كده عشان النار اللي هناك دي اعلى. البصل مع الجزر مع الفلفل، طبعا الجزر مش كل الناس بتحطه بس هو بيبقى لذيذ قوي 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 مع صينيه البطاطس. هنحط دلوقتي الثوم، فص ثوم، فصين ثوم هيدوا النتيجه اللي احنا عايزينها. انت بتحبي تكتري الثوم زي ما فيش مشكله، انا هنا مثلا مقطعه بتاع اربع فصوص ثوم كبار بس ايه متقطعين كده، مش متخرطين على الناعم يعني، خشنين كده شويه حلقات. نحط بقى بهاراتنا. فين؟ اوكي، نحط بهاراتنا. يلا شويه الكمون، شويه الكزبره، حبه من السبع بهارات مش كتير، ايدينا تبقى خفيفه دايما واحنا بنحط السبع بهارات. الفلفل الحامي اختياري بس انا بحبه قوي في صينيه البطاطس، لما بتبقى مشطشطه كده بتبقى تحفه بصراحه. واحده كده نظبط الصوص بحيث ما يبقاش تقيل قوي. واحب اقول لكم ان صينيه البطاطس دي بتبقى رائعه لما بتستوي على النار من فوق من غير فرن، وبعدين تدخليها تاخد وش فرن اذا عايزه. انا بس بحط الفلفل الاسود عشان ما انساهوش، لو عايزه تحطي مرقه مكعب كمان يبقى لذيذ قوي. تعالوا نحط ادي الملح كده. يلا بينا. هننزل دلوقتي بمعلقه الصلصه عشان ما نكترش الصلصه قوي، معلقه وحته. عايزين شويه عصير طماطم. يلا بينا. بعدين هننزل بايه، هننزل بالشوربه، نجيب مغرفه وننزل بالمرقه بتاعه الحمام. وبحب اخد بقى من وش الشوربه كده، لما بيبقى فيه بقى كده الشوربه بتاعتك دسمه، تقومي واخده بقى كده ايه من وش الشوربه وتحطي على صينيه البطاطس. مفيش احلى من كده، هي صينيه بطاطس كده ني في ني جميله. انا شوحت طبعا، ما حطيتش كل حاجه ني في ني، لو انت عايزه تحطي كل حاجه ني في ني تمام، ولكن انا برضو بعتبرها ني في ني عادي. ايه يعني فاهمه ان الدرجه دي كده انا كده معايا تمام، ما تبقاش بقى اتقل من كده.
ما تزوديهاش عن كده، لسه بقى هتتسبك وتتقل. بس انا اهم حاجه عندي ان صينيه البطاطس دي ما تبقاش ناشفه، عشان احافظ انها ما تبقاش ناشفه بسويها على عين البوتاجاز الاول، وبعدين بدخلها الفرن تاخد الوش بتاعها تحت الشوايه. وبالطريقه دي ببقى دايما عيني عليها وبتستوي اسرع، بس طبعا بنغطيها وبزودها من مغرفه لمغرفتين شوربه كده لما احس ان هي قلت قوي 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 وانها لسه محتاجه تكت سوا. واخر حاجه لما اطمن انها استوت اقوم فاتحه الشوايه بتاعه البوتاجاز ومدخلاها في بتاعه الفرن، وادخلها على طول تاخد بقى وش فرن حلو كده وكانها مطبوخه في الفرن، بس بتبقى كلها صوص بقى كده وجميله خالص. فايه، تعالوا نديها تكه كمان. انا هسيبها تكمل شويه معانا كده على البوتاجاز وبعدين نبقى ندخلها الفرن. بس انتوا ايه، غطوا غطوا باي غطا، حله بغطا اي حاجه كده كده كده، نغطي كويس قوي 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 ونقفل عليها كده ونكمرها. وعلى نار متوسطه بقى تقومي مهديه النار وتسيبيها تكمل سواها خالص على عين البوتاجاز، مش هتاخد منك وقت. البطاطس بتاعتنا برضو بتغلي، بصوا عليها، ادي صينيه البطاطس اللي بسويها على البوتاجاز زي ما احنا شايفين. يلا نغطي تاني ويلا بينا. وريحه الفلفل، واو، ريحه الفلفل الاخضر خطيره.